هذه 4:30 العشية، 4:30 العشية من بعد ما صورت لكم الصباح طريق صفيرة واجدة، 4:30 العشية الجمهور راهو بدا كيدخل، 4:30 العشية الجمهور راهو بدا كيدخل وكلشي الوجهة ديالو الشاطئ. الوقاية المدنية، الإسعافات الأولية، رجال الشرطة بجميع مختلف الأصناف، القوات المساعدة بجميع التدخلات ديالها، كلهم حاضرين نايفين ملعب أدرير. اليوم الجمعة 7 جوان 2024، الحدث مقابلة زامبيا والمغرب. المدخل الرئيسي متابعين الأوفياء من تجيو كاين عندك جوج دخلات، كاين واحد الدخيله من اللي صغيره باش كتدخل من جهه كيتيه وتجي مورا ماكدونالد وحط السياره ديالك واحد الباركينغ تما ودخل كول مع راساتك. هادو صحاب هومبرغم، هومبرغم الشغيل ديالكم راه صابوه لكم في هاد القنج، وطلع تفرج ليا مع راساتك على رجيلاتك شويه عليك طق 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 حتى توصل ليه ورجع عاوتاني يدير لا مارش وهز طوموبيلتك وسير الله يسهل لك. ما بغيتيش بيتي تدخل مع اصحاب الهجيج والمجيج والضجيج، داخل الحديده ديالك تما كاينه وقلب على بلايصه ديالك وغتشوف القضيه كيفاش دايره. خليكم معايا هنايا تيكيتات اللي بغى يشري لي تيكي هما راه كاينين، زايدين فيهم واحد 10 ديال الدراهم ما فيها باس، تعاونوا مع الدروش. بغيتي تمشي تقطع مع راساتك سير قطع مع راساتك من الله. قوات المساعده حاضرين، الشرطة حاضرين، كلشي حاضر. نمشيو دابا ندخلو، خليكم معايا نشوفو التعزيزات الأمنية، نمشيو للبوست ديال الضو سكور ونوريكم كل ما هي حاجة. خليكم معايا صابحين داخلين هنايا. اول فريق اللي دخل المشجعين هما الناس ديال الرباط، لقيت معاهم كاملين في لاكوط. داخلين الناس ديال مراكش، داخلين السلاويين، داخلين الناس ديال قلمين باب الصحراء اللي مع التريكول ديالهم كاملين، وداخلين الناس من مختلف اجيو دوزو الويكاند هنايا. غادي واحد شويه دابا غادي نهبط الروبير لكم الاشغال فين كاينين في الجي بي اس، حاولوا تفاداو الاشغال البلايص اللي فيهم الاشغال، كما تبان لكم البلاكه ديال الاشغال عرفوا راه كاينين الاشغال، حاولوا تفادوهم. غنحاول ياها الخرفانه نجيو نضربوا لكم شي دويره هنا في الخرفان، شوفوا خلقلو السوق كيفاش داير، شفت ما بان ليا والو. المهم راه البلاصه داروها رحبه ديال الخروف. كنقول لكم شنو راه فيا دابا الزبايمر، دخت راني مريض هاد الايامات مع الشمس هنايا. هاد الجو اللي كيكون بحال هكا فيه السحاب بحال هكا قليل وهاد ميتا كيأثر عليا على الصحة ديالي. الحمد لله والشكر لله. يا تكون الشمس يكون الحرارة، يا البرد يكون الثلج، على هاد الجو اللي كتكون فيه الشمس بحال هكايا وهاديك شكون دابا شكاك. ملعب أدرير، ملعب الجبل أدرير، ها البوست ديال السكور، شوف ها البوست الأولاني، هما حاطين هنايا، شوف المكتب الوطني، المطر ديال المكتب، شوف هذا بوست جينيراتور كبير اللي غيدعم، اللي غيدعم، شوف غنجيو من حدا باش تاخدو فكرة. كاين الريزو، كاين الريزو برانسيبال اللي خدام ديريكتومون هو، وهما جايبين السكور حاطينو هنايا، شو هو السكور، وكا وكان شي حاجة، هما التريسيون كاينين كلشي كاين هنايا، مدوزين البرونشمون، شو البوست قداش شنا هو، شو البوست قداش شنا هو،
في البوست وهنا مبرونشين السكورة ومدوزين ليه الكابلات ديالو قد داك اللي كاين المكتب الوطني الملا الصرصر. شكرا على هاد البادرة اللي درتو تحسبا لجميع توقعات. إذا لي بوست سكور ديال الكهرباء جاهزة، الشرطة والقوات المساعدة حاضرين، نضرب لكم شي دويرة من الفوق باش تاخذوا فكرة عامة على جميع الأحداث اللي غادي تكون عندنا إن شاء الله الرحمن الرحيم هنا بملعب أدرار بمدينة أكادير. هذه الساعة الرابعة والنصف والخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، باقيين واحد ثلاثة السوايع. وغتلقاو هنايا عرس رياضي كبير بمعنى الكلمة. نصوروا لكم واحد النقطة ثانية، غنطلق لكم السماوي، شوفوا العدد ديال السيارات اللي كتدخل هنايا من كيكون لاعب المنتخب، شوفوا الحب ديال الناس لهذا الوطن، شوفوا الحب ديال الناس للمنتخب المغربي، وما كاين غير الله الوطن الملي. نزيد لكم شوية الليل، نزيد لكم شوية الليل. هذا الطريق كلها كتكون عملية في السيارات كاملة. ملعب أدرار آخر مرة جيت ما كانش فيه هذاك الصور، صافي راه دوروه هادشي مزيان، وما كانش فيه هاد الصور حتى هو ما كانش فيه، صافي راه مزيان. الدراري اليوم كيبيعوا الماء، الله يسهل عليهم، شراو من عندهم الماء، الله يسهل عليكم. موليدات كاين يبيعو في الماء، معرقين عصير العنب الطبيعي 100%. هما حطونا لي كونتونير، كاينش هاد الكونتونير هاد الجمعة مكاينوش. مرحبا بكم في ملعب أدرير هنا بمدينة أكادير. نمشيو غنمشيو هكا ندورو أحسن من هنايا، نمشيو من هنايا ياك باش ندخل لكم لهاد المنطقة تما محبوسة، ندوز لكم من هنايا هاديك محبوسة تما فين 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 ماشي منها محبوسة، ندوز لكم من هاد المنطقة اللي من هنايا والناس جاية كتشد في الأماكن ديالها. الشرطة الناس سيركيلاسيون، اسهل عليهم الناس سيركيلاسيون من دابا شادة بلاصتها، الله يسر لكم الأمور. ها لي باركينغ، هاهم هاهم لي باركينغ هادو هادو مهم. التيران بدا يعمر، هاهم الناس، الشباب أسود لبؤات لبؤات الأطلس عاوتاني عاشقات المنتخب المغربي. هذه هي 4:30 دابا الناس جايين تشد بلاصتها. الشرطة الشرطة هما جالسين هنايا، التدخل السريع، محاربة الشغب، قوات المساعدة، جميع الصفوف تاخذ الأماكن ديالها، التجهيزات الأمنية حاضرة، التعزيزات الأمنية حاضرة هنا. التعزيزات الأمنية إذا التعزيزات الأمنية حاضرة. نمشي لكم للجناح الآخر من اللي باش تاخذوا عاوتاني فكرة عامة. إذا باقي لنا الوقاية المدنية، شفنا عندهم البومبية ولي زومبيلونس هما حاطينهم لهادشي. الكهرباء، فيما يخص الكهرباء والإنارة العمومية الشاملة، بوست نيميرو 1 خلينا فيه
جابوا لينا المولدات ديال ريزيرف، غنمشي نشوف واحد البوست اللي تجي نيميرو 2، كاين نيميرو 3، كاين شي 8 ديال البوستات في هذه النقطة بديت على حسب هذه الإنارة. الإنارة كيتعتبر هذا ديال الأضرار، الإنارة ديالو ممتازة، لا بوحدو راه خاصو نور واحد، نور جوج، نور ثلاثة. أطلس عزيزة الأمنية مدخل أطلس، عزيزة الأمنية دائما مع عزيزة الأمنية. صورت لكم الصباح بطل جورين وين تما الكسكسو، عندهم الكسكسو واعر، جورينو جورينوي، عندهم الكسكس شي حاجه ناضيه اللي بغى ياكل الكسكسو جورينوي، الدجاج باللحم اللي بغى يجي كاين هنايا. صافي الناس بدات كتشد في بلايصها، شو هنايا تعزيزات الامنيه المنطقه الشرقيه، شو اللي كيجيو هما الشرطة، عندهم لومبيلونس ديالهم، عندهم مسائل ديالهم، عندهم كل ما يعني. وآخر واحد اللي كيغادر النقطة هما الشرطة سيكوريتي، محمد الله يستر عمرك سيكوريتي، هما كيحطو هنايا باركينغ نيميرو 1، باركينغ نيميرو 2، بارك بسميات داكشي. العشية تلقى هنايا جروب، لي جروب قريب جروب، كتيري التيكي ديالك تيعطوك البليصه ديالك. شو داكشي النظام، منطقة واحد، منطقة جوج، منطقة ثلاثة، منطقة أربعة، منطقة خمسة، داكشي بالمناطق وكل حاجة مشدة بلاصة. مرحبا كده جيت خرج لكم شي خرجه، دابا خصني نخرج حيت الا رجعت منها نرجع للبلاصه. اذا ملعب ادرير جاهز لاستقبال الضيوف الكرام ولاستقبال جميع المشجعين والمتفرجين و سيكوريتي هما الجيليات ديالهم. بقى لنا بوست واحد ديال الضو غادي نمشيو نشوفوه، الله يسر امرك، نمشيو نشوفو واحد البوست ديال الضو هو اللي باقي لينا غنوريه لكم. الصويره مراكش، مطار المسيرة، ميناء أكادير، وسط المدينة، مدينة أكادير ترحب بضيوفها الكرام. البوست الثاني هو السكور، بان لكم ها هو من هنايا. شوفوا الجروب اللي جابوا، لاليمونطاسيون كبيرة اللي جابوها، قادرة بتزويد المركب في حالة انقطاع الأضواء. طق طق داكشي بالزربة، ما كاينش تسنى هكا، كلشي مجايز. هنايا لوحات إشهارية، وعندنا البوست ديال الضو، آخر نقطة هو البوست ديال الضو. شوف هو حتى هو المكتب الوطني للكهرباء، هما جابوا البوت السكور ديال الضو ديالهم، راه مبرونشي كل حاجة في بلاصتها. إذا في انتظار المقابلة نعاود نقول لكم الأحداث ديال هنايا. متابعي الأوفياء خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك والنبي الجمهور.